تعتبر دار الأوبرا المصرية أحد أهم المنارات الثقافية في مصر، وهي تقدم الفنون الرفيعة والأنشطة الإبداعية المختلفة بهدف جذب الجماهير إليها، وتقدم فنون متنوعة غنائية وموسيقية بجانب الأوبرا لتحقيق التواصل مع طبقات عريضة من المجتمع. تقدم الأوبرا نشاطها من خلال المسرح الكبير، وهو مسرح مخصص لأكبر العروض والباليهات المصرية والعالمية، وقد تم تجهيزه أمنياً ضد الحرائق ويسع 1200 مقعد، والمسرح الصغير ويخصص للعروض الصغيرة والأمسيات الثقافية والندوات، ويسع حوالي 500 مقعد، والمسرح المكشوف، وقد خصص هذا المسرح للعروض الصيفية والشبابية وتبلغ سعته حوالي 600 مقعد، وقد تمت عليه عروض محلية وعالمية عديدة. تهتم دار الأوبرا المصرية بإصدار مطبوعات متميزة تعبر عن هدفها ونشاطها، كما تقيم الأوبرا العديد من المهرجانات السنوية، أهمها مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام سنوياً. أيضاً تحتوي مكتبة الأوبرا على كتب عربية وأجنبية في مجالات مختلفة، كما تحتوي على معظم الأعمال المقدمة أوبرانياً. الشجرة هات لي معك بكرة، يا طالع الشجرة هات لي معك بكرة، بيكون على قدي وتكون أي صبرة. في مينو والشمس في كبينو، العدل في مينو والشمس في كبينو، نمشي على مهلي وانتوه تندملي. ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا المصرية إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتم بناء الأوبرا خلال 6 أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكاني وروسا. وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة، وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي، لكن الظروف حالت دون تقديمها، فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولي عهد بروسيا. وكانت دار الأوبرا الخديوية التي احترقت فجر 28 من أكتوبر من عام 1971 تتسع إلى 850 شخصاً، وكان هناك مكان مخصص للشخصيات الهامة، واتسمت تلك الدار بالعظمة والفخامة. Thank you.
يعتبر المبنى الحالي لدار الأوبرا المصرية الذي افتتح في 10 أكتوبر 1988 هو البديل عن دار الأوبرا والتي بناها الخديوي إسماعيل عام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافيا لمدة 102 عاماً.